حتى أركض وشفت سلحفات، بس أصور ده أخوفها دخلت البيت رأساً. Hello guys, welcome back to my channel. أتمنى تكونون بخير ويا الأوضاع اللي تصير. وأعرف إنه هذا الموضوع مو بس أنا متأذية به، كومة نسبة من العالم متأذية، وكليتنا نشوف هذه الأشياء اللي تصير قدام عيننا على تليفوناتنا أول ما نقعد من النوم، قبل ما نروح للنوم، الأخبار. حتى ما يحتاج أقول لكم شنو اللي دا يصير، لأن هسه صار فشي يعني عالمي، واللي دا يصير فشي بحياتي ما توقعت إنه أنا راح أشوفه بحياتي، ما شفته. وأني عشت حرب بالعراق، تخيلوا أني عشت حرب العراق اللي انقصفت، أدري كانت هواية، وأدري كومة صواريخ نزلت بالعراق وبغداد، وكومة عالم تأذت، بس ما كانت هيك. غزة كلش صغيرونة، قطعة كلش صغيرونة، وما أقدر أسميها حرب لأن هي مو حرب، هي مجرد قوي دا ينتقم، دا يمحي الضعيف. الأخبار ما تقدر تكذب علينا، لأن إحنا دا نتابع عالم من الحدث، من نص الحدث قامت تطلع الأخبار. هذا الفرق اللي دا يصير. بس أعرف كل الزين إنه الإنسان العربي قيمته كلش قليلة بالنسبة لليو إن، بالنسبة للإنترناشنال لاز مال حروب، معناها القوانين العالمية اللي تمشي عليها الحروب. الإنسان العربي دائما مو يهمهم الموضوع، ما أدري ليش يغلسون علينا إحنا العرب. أنتم ما أدري شلون تبعون على المنظر، بصراحة أنا عندي كومة أفكار على هذا الموضوع، وإذا أحكي أكو عالم ممكن تزعل، وأكو عالم ممكن تكون ضدي، وأني أصلاً مو سياسية، فممكن اللي أحكي يكون حكي عن عواطف. فأعرف كل زين إنه إحنا من إحنا وصغار نعرف اللي دا يصير فلسطين شنو، وإحنا الدول العربية كلها تعرف هذا الشيء اللي دا يصير هسه حالياً، فشي بحياتي ما شايفته، ما شايفين إحنا هيك شيء. ما أعرف بعد شنو أحكي بهذا الموضوع سيريسلي، لأن كل اللي أحكي أعرف كل زين إنه أنتو تعرفوه. وللأسف للأسف الحياة راح تمشي، بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، العالم راح تنسى وراح تمشي وراح تعيش حياتها. وإي أنا فتشي حزني إنه أنا أعرف كل زين تمشي الأيام والسنين، وراح أنا شخصيا أنسى هذا الشيء. هذا الشيء حزني إي، بس هي هاي طبيعة الإنسان، الله انطانا نعمة النسيان لسبب حتى تمشي حياتنا. سيريسلي ما حلو الإنسان ينحط بموقف ما يقدر يساعد، إيش قد ما يقدر يسوي ما يقدر يساعد. بصراحة رحت أنا على أكثر من بروتست صار هنا بهيوستن، عندنا جالية عربية كلش كبيرة، كمية العرب ما تنوصف، كمية الجنسيات اللي مو عربية أصلا هم ما تنوصف، العالم كليتها ويا فلسطين. سيريسلي كل اللي نقدر نسوي جديات إنه ندعي ونعرف كل زين إنه الله ما ينسى أي شيء، الله موجود. هذا اللي أقدر أقوله والله العظيم، كل ما أريد أريح بالي من الموضوع أقول الله موجود، لأن ما عندي ثقة بأي أحد غير بس الله إنه ينجي العالم من اللي دا يصير. Anyway guys، هاي فكرتي عن هذا الموضوع. بصراحة أريد أجرب وياكم هدوم جديدة من موتيف، اللي عاجبه يشتري هدوم. أدري يمكن عالم ما إلها واهس تشوف هيك أشياء هسة، بس بصراحة أني راح أسوي لكم هذا الفيديو حتى أساعدكم، ما أعرف طريقة أو ما تغير من نفسيتكم. أني هذا اللي دا أحاول أسوي لنفسي. بقية هذا الفيديو أريد أجرب وياكم هدوم جديدة من موتيف، أريد أروح أتسوق وياكم مسواق للبيت، وأريد أسوي وياكم عشاء صحي. فخلينا نبلش. راح اجرب وياكم القطع اللي اختارتها من موتيف، كل القطع راح اترك لكم اللينك مالتهم بالديسكربشن بوكس، واني القياسات اللي ماخذتها كليتها يا سمول يا اكسترا سمول، اصغر قياس موجود على الموقع اني دائما اخذه. القماش مال القطع اللي راح تشوفوها اليوم راح تكون كلها صوف، وول معناها بالانجليزي. اول قطعه راح اجربها وياكم اوبسلي هي هذه الكارديجان اللي لابستها، طبعا كلش هوايه احترقت لان الصوف مالتها كلش ثخين، اذا تشوفون القماش كلش ثخين، واصلا not see through، ملابسه وياها اي شيء 100% صوف. والديتلز مالتها هذا الفوكس فير، بيسكلي فيك فير، الديتيلز مالته كلش هواية حلوة وناعمة وثقيلة. الكارديجان كلش ثقيلة، يعني صدق حتى بالجو البارد تقدرون تلبسوها بوحدها،
وتطلعون لأن كلش ثقيلة، أو تقدرون تلبسون جواها فلشي، تقدرون تلبسون فوقها فلشي. حبيت الفيتنج مالتها واختارت أصغر قياس، وبنفس الوقت أحس أنه مو كلش ضاب، أقدر ألبس وياها هذا البنطلون اللي أنا لابسه بيسك بلاك ليذر. طول الكارديجان كلش هواية حبيته، خاصة أنه هسه الترند لو ويست، فإذا تلبسون فتشي نازل البنطلون الطول مع الكارديجان كلش هواية مناسب، فحبيتها كلش هواية. أروح ألبس لكم القطعة الثانية. هذا التوب الثاني اللي اختاريته من موتيف، تشوفون أنه القماش مالته هم ثخين وبي هذه الجولد ديتيلز. طبعا هسه المتاليك بالصوف كلش هوايه ترندينج، فكلش هوايه حبيت هذا التوب. وبنفس الوقت انه المتاليك مالته لانه خطوط اقدر البسه دائما، يعتبر قطعه بسيطه تقدرون تلبسوها كل يوم، وبصراحه الترهيم ويا هيك اشياء كلش سهل. اكو قطعه طلبتها من موتيف واتوقع ترهم ويا هذه اللبسه، خلي اجيبها واشوف لكم اياها. طلبت هذا الكوت من موتيف، كلش ثخين. دا اقرب القماش حتى تشوفون اللي دا احس، عرفتوا؟ لان كلش ثخين القماش وكلش يدفي. يعني هاي الاشياء اللي طلبتها اني للعالم اللي عندهم شتاء بارد، اذا اجمع الايام الشتويه اللي عندنا ممكن تصير شهر كامل، عرفتوا؟ يعني 30 يوم كلش بارد. اتوقع هذا الكوت يرهم ويا اللبسه اللي انا لابستها. I think so. يعني الوان مقاربه، ممكن اللبسه تصير احلى لو كان فشي يمكن بدون اي شيء، بس حبيت احس انه هو سمبل. الكوت يجي ويا هذا البلت مالته، اقدر احطه على الخصر. الكوت كلش طويل واني طويله، فاني هذا بالنسبه لي انه almost full length. اللون مالته كلش سهل، واحد يرهم ويا اشياء، والديتيلز مالته ويا جينز يتصير كلش حلو. وباعوا مالته الدقم بهالطريقه تصير. كلش مهم الكوت يكون بجيوب، حتى بالايام البارده احط ايدي واصابعي تبقى دافيه. بصراحه كلش هوايه حابه هذا الكوت، حابه القصه مالته، حابه الوانه، حابه القماش. اكثر القطع اللي اطلبها من موتيف هي 10 out of 10. هذا فستان اول ما شفته قلت لازم اخذه، كلش هوايه حبيت الطول مالته. ولابسته طبعا انا ويا هذول اللوفرز، اتس سو كيوت. تقدرون تلبسون ويا بوت، تقدرون تلبسون ويا تنس شوز. كلش هوايه حبيته، وخاصه هذه الديتيل اللي موجوده هنا، هذه البو اي لاف ات سو ماتش. القماش مالته ثخين صوف يدفي، تقدرون تلبسون بوحده، تقدرون تلبسون ويا تايتس. اي لاف ات سو ماتش. اكيد راح تشوفوني لابسته، واتوقع من اريد البسه راح اخلي شويه شعري مرفوع، يا اما مرفوع كله يا اما مرفوع على النص، المهم يكون شعري مرفوع حتى تبين هذه الديتيلز وياه. I love it. طبعا هسه كلش بسرعه رهمته ويا هذول اللوفرز، وبصراحه كلش هوايه حابته. اذا تكون الدنيا مو كلش بارده احس اقدر البسه بهذه الطريقه وما ابرد. طبعا انا ما اشتري اشياء هوايه حمر، بس احب اللون الاحمر، وخاصه بهذا السيزن احس اللون الاحمر it's so trending، فكم محلات تجيب بضاعه بها اللون الاحمر، وهذا اللون الاحمر كلش هوايه حلو اصلا. I love it. الفستان 10 out of 10. هذا اخر سويتر طلبته من موتيف، يخبل كلش هوايه حابته، حابه الستايل مالته، حابه القماش، حابه الفيتنج مالته، وكلش هوايه حابه اللون. I love it. خلي اتقرب حتى تشوفون الديتيلز مالته. كلش هواية حبيت هذا التوب بصراحة، 10 out of 10. ماكو اي شيء سلبي اقدر اقوله عنه، ومثل ما تشوفون القصة مالته، القماش مالته، التو تون، تو تكسترز، كلش هواية حبيتها، 10 out of 10. تعالوا اجرب وياكم اخر قطعة. هذا الكوت هو اخر قطعة طلبتها من موتيف، ام ابسس كلش هواية حابة هذا اللون.
اتجرأت كلش هواية بهذه القطعة، بس كلش هواية حابتها وبمتندمة ولا 1%. I love it. كلش هواية أحب الفرو بالديتيلز. Fur details. I'm obsessed بالهدوم الشتوية، فأكيد اختارته. يعني I love it. أريدكم تشوفون القماش. I love it so much. الماتيريال والثيكنس مالته والكواليتي is so amazing. I love it. I love it. ماكو أي شيء سلبي أقدر أقوله عن هذا الكوت. وبصراحة اللون ويا بشرتي ويا شعري I love it. يعني بالأيام الباردة خلاص I'm good، ما رح يجيني ولا نقطة برد، you know. ويا الكوت يدزولكم هذا الحزام، تقدرون تحطون هذا الحزام أو بدون الحزام، فرح أجربه ويا الحزام مالته هو، يعني ويا الأوردر يجيكم هذا الحزام. ممكن تلبسوا ويا حزام أو ممكن بدون حزام. It's up to you guys. هيك يصير الشكل مالته. I like it a lot بصراحة، كلش هواية عجبني من أول ما لبسته وجربته، كلش هواية حبيته. حبيت الديتاز مالته، حبيت الفيتنج مالته، حبيته بدون الحزام، حبيته ويا الحزام. It's exactly what I wanted، مثل ما تخيلت هذه القطعة وصلتني. That's it guys، هذه كل القطع اللي طلبتها من موتيف. إذا حبيتوا أي شيء من هذه القطع راح أترك لكم إياها بالديسكريبشن بوكس ويا الديسكاونت كود مالتي. That's it. خلي نروح نتسوق، راح أصيف وأطلع لأن الدنيا نار برا. طلعت من البيت، مثل ما تشوفون الدنيا قاعدة تمطر شوية غيم، هذا هو جونا اليوم. الصبح كان أكو غيم بس بشدة أركض ما كان أكو أي مطر. خلصت ركض ورجعت للبيت كان يبلش المطر. It's okay I'm not complaining. نروح نتسوق نخلص مسواقنا، كل مسواقي بالداخل راح أكون بالخارج. So ما عندي أي شيء بصراحة أعترض عنه بحياتي. حياتي is perfect. يعني yeah I love my life. Thank God والله العظيم اللي دا يصير بالعالم is humbling me. معناها دا يخليني أتشكر. Is making me أدعي ربي وأشكره كل ساعة. والله العظيم كل شيء بحياتي أقعد وأشكر ربي. الزين والمو زين، اللي أذي والما أذي، كليته I'm good. I'm happy. So many things, but we're done. خلصت finally. خلصت. طبعا جبت هذا السالمون السمك من شين دا اتسوي. هسه رح اسوي اللي رح اسوي انه اطلعه احطه هنا وادخله بالاوفن، ابهر احط البهارات اللي اريدها وادخله بالاوفن ويجهز. كلش احب اسوي سالمون لان كلش سهل تحضيره، ما ياخذ وقت هوايه وطعمه كلش طيب وبي بروتين وفوائد كلش زينه. فأحاول أقل شيء مرة بالأسبوع نأكل سالمون بالبيت. دائماً بالأكل البحري أحط كومة ليمون، يصير الطعم بهواية أطيب. وأصلاً إحنا نحب الحموضة شوية بالأكل. أنا برأيي الليمون ويا كل شيء يصير أطيب.
شي الحموضة طيف نكهة كلش طيبة. So ليمونة كاملة مثل ما شفتوا عصرت. ما راح أحط بهارات هواية ويا السمن. عندي هنا الملح. راح أحط فلفل أسود. هنا عندي minced garlic. ثوم معناها ناشف مقطع. هيجي صار شكل السامن. راح ادخله بالأفن لمدة 25 دقيقة وبدون ما اغطي. بين ما يصير السمك بالأفن راح اسوي وياكم سالد، لان ما اريد اسوي تمن، فراح يكون سامن وسالد. السالد راح تكون مقاربة للسالد اللي ذيك مرة سويتها وياكم، بس اصور الخضروات اللي عندي تفرق هالمرة. So let's do it. طبعا هالمرة جبت هذا سبرينج ميكس بأكثر من نوعية مال الخضروات، كليتها محطوطة ويا بعضها مغسولة متجهزة. احطها و that's it. Mushrooms. Extra virgin olive oil. شوي من balsamic vinegar. We got lemon. نعصر شوي من الليمون. كل ما أخبط السالد الأشياء الثقيلة كليتها تنزل لي جوا والخضروات كليتها تصعد لي فوق. بس it's okay. خلصنا السالد. راح أضيف شوي من feta cheese و that's it. هذه هي سالاد مالتي. راح ابلش اكل اذا كلش جعت. انا ام سو ريدي تو ايت بصراحه. سو براود اوف ماي سالاد. خلاص العشاء. هذا هو العشاء مالتي مثل ما تشوفون، السالد والسامن. هذا هو العشاء مالتي. راح اتمتع بالاكل او شنبوق السامن. دان نو كوكو نو. بس تريد تشمشم بالاكل حقها، الريحه كلش طيبه والطعم خرافي بصراحة. وراح أتمتع بالأكل مالتي. I'll see you guys next time. وأنا أحبكم كل شيء هواية وأشوفكم على المرة الجاية. Bye.